صنف جديد من المطبخ، الفطير الكداب، بطريقة سهلة خالص ومن غير أي عجل. هرجع لكم بكل التفاصيل، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير الفيديو، وكومنتات كل دايما بتسعد. هنستخدم 7 ورقات جلاش. هنحط الورقات كده بالترتيب، نص جوه الصينية ونص من بره داير ما يدور الصينية. احسن حاجة في الفطير الصواني الالومنيوم، لان هي بتوزع الحرارة بشكل كويس. هنخلط في الخلاط 2 كوباية لبن مع 2 معلقتين سمنة وملح بسيط ورشة فلفل بسيطة، ونخلطهم كويس. الكمية دي هتعمل معانا صينية واحدة مقاس 30. هناخد نص الكمية اللي احنا عملناها نحطها في قاع الصينية، بعد كده الورقة الـ7 هنحطها من فوق. حطينا 6 ورقات الاول، والورقة الـ7 بنحطها فوق الخليط اللي عملناه. هنبدأ نحط بقى الخليط بتاعنا اللي احنا حابينه او الحشو اللي احنا عايزينه. انا هنا حطيت طماطم مكعبات صغيرة، فلفل الوان برضو متقطع كله مكعبات صغيرة قوي، وزيتون اسود واخضر. ده في اي فطير من الفطير الحادق، وتقدروا تحطوا الحشو اللي انتوا عايزينه. انا هنا حطيت شرايح سلامي وجبنه جوده. تقدروا تحطوا لحمة مفرومة، تونة، الحشو، اي حشو انتوا تحبوه. وحطيت عليهم جبنة مبشورة. وهنبدأ نقفل الفطير النص اللي هو طالع لبرا الصينية كده بالترتيب، هنقفله. بعد ما نقفل كل الطبقات هنجيب باقي الخليط اللي عملناه في الاول ونحطه من فوق. نسيت اقول لكم ان احنا نبقى دهنين الصينية الاول بالسمنة. هنوزع بقى برضو شرايح بسيطة او مكعبات بسيطة من اللي احنا عملناه في الاول، طماطم وفلفل الوان وزيتون اخضر واسود. بعد ما بنخلص نحط كل المكونات عليه من فوق، وجبنة رومي مبشورة بنبدأ نغطيه حوالي نص ساعة قبل ما ندخله الفرن. دي فطيرة تانية عملتها بالسجق الاسكندراني، سويته وهرسته كده بسيط، وحطيت عليه الحشو اللي احنا حطيناه برضو قبل كده للخضار. كوكتيل من الجبن المبشورة، رومي وشيدر وموتزاريلا، وقفلت عليه برضو زي التانية. زي ما قلت لكم الخليط اللي احنا عملناه في الاول خالص اللي هو اللبن والبيض والسمنة والملح والفلفل الاسود ده بيكفي صينية واحدة. بندهن الصينية بالسمنة قبل ما نشتغل. وعليه نص الخليط برضو والخضار من فوق بنوزعه. احنا ممكن برضو نعمل الفطير ده حلو مش حادق ونحشيه مهلبية، بس في الوقت ده مش هنحط على الخليط بتاع الخلاط الفلفل الاسود ولا الملح.
بنحط فانيليا وسكر بسيط. هنا بحط جبنة مبشورة على الوش، وهندخله الفرن حرارة عالية لحد ما يبدأ ياخد لون من الحروف كده، نلاقيه بقى لون ذهبي من الحروف. نشغل عليه الشواية لحد ما الجبنة تسيح ويبقى يحمر من فوق، يبقى لون الذهبي ده. ده بعد ما خلص خالص نسيبته يبرد، بيبقى طري خالص زي الفطير اللي بنشتريه من بره، مش ناشف زي الجلاش. وزي ما قلت لكم ممكن يتعمل حادق وحلو. يا رب يكون عجبكم. اتمنى تكون الوصفه سهله وبسيطه بالنسبه لكم وتجربوها. وما تنسوش سبسكرايب للقناه، لايك وشير الفيديو. مستنيه كومنتاتكم اللي دايما بتساعدني، مستنيه فيديوهات تانية كتير.